حنكمل معكم هلا بفقره جديده من فقرات الاطباء السبعه. اليوم معنا الدكتوره ميرال. اهلا وسهلا فيكي دكتوره. فيكي. اليوم بدنا نحكي عن فيلر، الفيلر للدقن صح؟ بالضبط. احكي لنا دكتوره بالبدايه ايش هو فيلر الدقن وامتى انا بلجأ له لفيلر الدقن؟ هلا فعليا احنا اول ما نلتقي بشخص اول شيء بنطلع عليه ايش العيون او الفم او الفم او الابتسامه. قليل منا بيركز على الدقن، مع انه الدقن له دور كبير بالمنظر العام للوجه وبيأثر كثير على شكل الوجه. عشان هيك هلا جديد صاروا الناس يلجؤوا لتجميل الدقن او حتى الفك معه احيانا. تمام. هلا في عده اسباب ليش احنا ممكن نلجأ لتجميل الدقن، مش بس يعني لتحديد الوجه. يعني ايه في شيء خلينا نحكي انه لامراض معينه؟ يعني مش امراض، اسباب ممكن طبيه. اسباب طبيه. هي تجميليه فعلا بس مش بس لتحديد الوجه. مثلا في ناس بيعانوا من الدقن المزدوج. مرات اذا الدقن متراجع وعندنا دقن مزدوج وعملنا حقن فيلر بالدقن بخفف من بروز الدقن المزدوج 100%. وهل بكون للرجال مثل النساء دكتوره ولا بيختلف مثلا الاستخدامات والاجراء الطبي لهذا ولهذا؟ في هلا مثلا اسباب ثانيه كمان. طبعا بيختلف بين النساء والرجال. عند النساء بنركز اكثر على الوسط لنعطي طوليه اكثر للوجه، عند الرجال بنركز اكثر على الاطراف لنعمل شكل الدقن مربع. فعليا مربع. هذا بيعطي رجوليه اكثر بالشكل وحديه اكثر بالملامح وبيخلي الشخص واثق من نفسه اكثر. هلا بنشوفها كثير هلا بالمشاهير العرب والاجانب عم يعملوها. يعني الملامح اللي بدنا نلجا لها او اللي بدنا نوصل لها للرجال بتختلف عن النساء. خلينا نحكي بالنساء بدنا منظر انعم وطوليه اكثر للوجه، بالرجال بدنا منظر رجولي اكثر وتعريض اكثر بالفك 100%. طب هل دكتورة في إلها أعراض جانبية أو إلها مخاطر معينة ولا أي حدا ممكن يستخدمها؟ هلأ فعليا إذا حقنت بطريقة صح والمادة صح والدكتور عارف بالضبط تشريح الوجه، مش مفروض يعني هذا من أقل الإجراءات اللي فيه إله أي مخاطر في الدقن. وبيضل لمدة معينة؟ يعني في هل بيضل لفترة طويلة ولا بيحتاج إنه نضل نكرر ونعيدها؟ لا طبعا هو مش دائم. هلأ في فعليا تجميل للدقن دائم. وفي ناس بيلجأوا للفيلر حتى يشوفوا كيف ممكن يكون شكل إذا قرروا يعملوا العملية الدائمة. وطبعا بده يتكرر كل تقريبا 6 أشهر لسنة، ومع تكرره بيثبت أكثر. طيب خلينا نشوف، نبدأ بالإجراء الطبي نشوف مع بعض كيف رح يكون قبل وشو حيصير بعد. طيب دكتورة احنا هلا نظفنا البشرة. بالضبط. شلنا مهم كثير انه نعقم الوجه قبل ما نعمل اي اجراء بالفيلر 100%. يعني احنا نظفناها بالالكحول الكحول وهلا بدنا نبدا بالاجراء الطبي. بالضبط. صحيح. نقعد شوي لقدام. هلا عم بنحدد ملامح الوجه اللي بدنا اياها. احنا هلا بس طبعا احنا الفك. اهم شيء الدقن، بس احنا رح نعمل كم معه مناطق ثانيه بالوجه عشان يطلع اجراء صح. وقد ايه دكتوره بتحتاج وقت هاي الاجراء الطبي؟ فعليا تقريبا ربع ساعه، ربع 10 دقائق حسب. والنتيجة اللي رح نطلع فيها رح تكون نتيجة فورية ولا رح يتغير؟ فورية، بس بده الفيلر أسبوع لأسبوعين ليثبت بالوجه، أي ورم يروح أي زراء صار يروح. أخذت منا الإجراء الطبي، ما بدنا نحكي عملية، أخذت منا 10 دقائق تقريبا دكتورة. 10 دقائق ربع ساعة. إحنا ركزنا أكثر على النتيجة النهائية أكثر من العملية لأنه بهمنا نشوف قبل وبعد. بالضبط. فاشرحي لنا دكتورة شو بالضبط كان عند لما شوي الدقن متراجع. هلا اذا بنشوف اذا بنمد خط من الشفه مع الدقن صار فعليا في تناسق اكثر، كان قبل الدقن متراجع لورا اكثر. بالاضافه انه احنا حددنا لها الفك شوي وحطينا فيلر كمان على راس الخد لنعطي تناسق اكثر بملامح الوجه. ففينا زي ما قلنا بس بنعمل فيلر للدقن، وفي ناس بنحتاج نعمل مناطق ثانيه بالوجه لنكمل صوره الوجه. تمام دكتورة. وحكينا الأسباب، الأسباب قلنا في أسباب أخرى كمان. قلنا في أسباب أخرى غير يعني غير التجميلي، بمعنى أنه نحدد ملامح. في ناس زي ما قلنا عندهم الدقن المزدوج، في ناس عندهم الفك العلوي للأسنان متقدم كتير، حتى في منهم بيجوا بيطلبوا فيلر للشفايف بنقول لهم قبل لازم نعمل الدقن عشان يصير في تناسق أكتر ونقلل من قديش الفك العلوي مبين. وفي كمان ناس بيجوا عندهم تجاعيد بمنطقة الدقن، طبعا عن طريق او البوتوكس او الفيلر ممكن نحلها كمان. بالضبط.
تمام، شكرا لك دكتورة. شكرا. وشكرا لك لما. رح نشوف طبعا احنا النتائج مع بعض قبل وبعد، ورح ننتقل معكم مشاهدينا لفقرة جديدة من فقرات الأطباء السبعة.